على الهواء مباشرة كابتن منتخب سوريا فراس الخطيب. مساء الخير كابتن. مساء الأنوار، يا أهلا وسهلا، يسعد لي أوقاتك وأهلا وسهلا فيك بسوريا. مساء الخير عليك وعلى جميع أهلنا بسوريا. طبعا معي بالاستوديو الكابتن أنس سباعي، موجه التحية لك كابتن فراس. الكل كان ينتظر فراس الخطيب، الكل ينتظر الآن منتخب سوريا في مواجهة قطر ومواجهة المنتخب الإيراني. كلمة للجماهير السورية. الكل ينتظر المنتخب السوري، ينتظر الفرحة إن شاء الله القادمة بإذن الله. يعني نحن أنا وزملائي اللاعبين كلياتنا كل حرصنا وكل اهتمامنا على أنه نسعدكم أنتم كجماهير الكرة السورية، شعبنا وأهلنا وأخواتنا والكل، كبار وصغار، أمهاتنا أبائنا اللي في سوريا، بدنا إن شاء الله نسعدهم ونفرحهم. هذا الشيء بيحملنا مسؤولية كثير كبيرة، بيخلينا نكون بتركيز عالي، بيخلينا نسعى قدر الاستطاعة، لأنه هذا الشيء نحن ما بنملكه بإيدينا. نحن علينا وواجبنا أن نقدم كل شيء عندنا، ما نبخل بذرة عرق تجاه إسعادكم أنتم كجماهير سورية. نعم. هذا الشيء اللي نحن بنوعدكم فيه، والتوفيق من رب العالمين. يعني. نعم كابتن فراس، أجواء منتخب سوريا حاليا، عودة الكابتن عمر السومة ووجودك أنت بالمنتخب، الحديث عن توليفة هجومية رائعة للمنتخب الوطني، عمر السومة رح يكون موجود مواجهة قطر؟ المعنويات عالية جدا. عمر جميع اللاعبين متواصلين معي بشكل دائم. عمر ان شاء الله رح يكون موجود، وهو دافع كثير لنا بما انه هو افضل لاعب بآسيا حاليا، فان شاء الله رح يكون اضافه كبيره هو واخواته اللاعبين. يعني احنا المنتخب اليوم لا يعتمد على اي لاعب، لكن عمر بامكانه انه يقدم اضافه كبيره للاعبين. نعم. بامكانه يقدم اضافه للمنتخب، وان شاء الله ان شاء الله هو على قدر المسؤوليه، وهو بكل الحماس. يعني انا اكثر واحد يمكن متحمس على المنتخب هو عمر السومة. نعم. ما بدي اعطلك عن تمرين كابتن فراس، بعرفك الان في حصه للمنتخب الوطني، لكن سؤال اخير من المدرب انس السباعي اللي متواجد معنا بالاستديو، تفضل كابتن. مساء الخير فراس، الحمد لله على السلامه. خير كابتن. طبعا تعودنا عليك قائد لمنتخبنا وان شاء الله راح تفرحنا، بس سؤال صغير هيك على السريع، قديش بيكون في فرحة لما فراس الخطيب بسجل الجول لمنتخب سوريا إن شاء الله وبيكون سبب تأهلنا لكأس العالم إن شاء الله؟ والله أنا اليوم يعني أكيد بكون فرحان، لكن أنا نفس الفرحة اللي بفرحة إنه أنا لما بسجل هدف فراس الخطيب، لما يسجل هدف أي لاعب منتخب سوريا، نفس الفرحة ذاته اللي بيكون فرحان فيها فراس. وهذا اللي بنعرفه عنك. صحيح. أكيد. يعني هذا الشيء اللي بيهمنا. بينما الهمنا الوحيد هو الفوز ان شاء الله، هو مثل ما قلت انت انه الناس تفرح، هذا همنا ان شاء الله. ان شاء الله. نعم كابتن فراس الخطيب، كل التوفيق لك وكل التوفيق لمنتخب سوريا، وان شاء الله دائما مثل ما عودتونا بالنصر والفوز، وان شاء الله منتخب سوريا بيكون بمونديال روسيا 2018. شكرا جزيلا لك.